السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافت. يحتوي كريم النعناع للأرجل والأكواع والمرافق على مكونات طبيعية ومفيدة لترطيب البشرة وإزالة الجفاف والإسمرار من الأكواع والركب، ويزيل التشقق من الأرجل، وعند المداومة على استخدامه تزول هذه التشققات. ومن فوائد زبدة الشيا تحمي البشرة من التشققات والتجاعيد وتضفي عليها الملمس الناعم، وتعمل على تنعيم الأماكن الخشنة في الجسم مثل منطقة الركبتين والكوعين. وفوائد زيت جوز الهند يساعد على استرخاء عضلات الجسم ويرطب بشرة الجسم ويخفف أي حكة أو جفاف فيها. وفوائد زيت اللوز يجعل البشرة صحية ويغذيها ويجعلها أكثر نعومة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات، ويعمل على تفتيح البشرة لاحتوائه على فيتامين إي ويقلل التجاعيد. وفوائد زيت النعناع يعالج ألم العضلات والمفاصل ويقلل من أعراض الحساسية الموسمية ويخفف من تهيج وحكة الجلد، ويمكن تخفيفه بالزيوت واستخدامه للتدليك. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة.